بسرعة، الحفلة الليلة. أسرع واحد بيلبس، أنا خفت أنت اللي تتأخر. أتأخر ده إيه؟ ده أنا منتظرك بقالي ربع ساعة. إيه رأيك كده؟ بسم الله ما شاء الله، عريس في الليل دخلته. وطي صوتك، وطي صوتك. أنا مش عارف هما فين أصلاً، بس مش مهم. يلا. يلا فين؟ يلا نمشي عشان نلحق، أنت مش جاي معايا ولا إيه؟ أه طبعاً، طبعاً جاي معاك، بس في تعديل صغير كده. تعديل إيه؟ بص. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا ايه اللي عاملينه في نفسكوا ده؟ ايه؟ عشان القيافه تكمل، تدخل ومراتاتك في ايدك. ده بتردهالي وكله بما يرضي الله. احنا جاهزين يا حاج، يلا بينا. اظبطك اظبطك قبل المصيبه اللي انت ناوي عليها. خطوه في ايدك وليهم. الله، مش انت علمتنا كده قبل كل جوازة؟ كله بما يرضي الله. يا ولية عتقيني ابوس ايدك، هتأخر. خدني معاك يا شحاتة، انت مش رايح الحفلة؟ هتخش كده بايدك فاضية؟ ما بيسمعوش بالاوزان دي هناك. تعالى بقى. اوعي بقى خنقتيني. هلبس في ثانية واحدة وهشرفك قصاد كل الناس، هلبس لك فستان ياكل الجو. اوعي بقى فرغت في ايدي. جنرالك اسود عندك كده؟ عقبال ما تغيره هكون انا لبست والله. طب والله يا روح بيه كده، وادي الشيخ كده اهو. يا راجل يا شحاته تعالى. والنبي لا انت واخدني معاك. انت بتدي عليا يا شحاته؟ وانا فتحت بقي. ما انت رفعت عينك لفوق، تقصد ايه؟ بشوف اللمبه، بشوف النجفه. يا ولاد سيبيني هترفلي. عارفك كده؟ اروح ازاي كده؟ عقبال ما تغير البنطلون اكون انا جاهز. والله ما مغيره، وهلبس اللي في العربيه. استوي كده يا شحاته. سيبيني بقى. يا راجل استنى بقى، ما تخلينيش امد ايدي عليك. انت ايه؟ جدتك نحست من كتر الضرب. ارحميني بقى. يخرب عليا. يا شحاته، يا شحاته. انت الهم اوعي، بس الهم هيجي لك منين وانت مالكيش منفذ؟ اوعي كده، البلا بعيده. مش حسيبة. I can't afford that. No one said winning was cheap. You know those photos where the new player holds a team jersey and poses with the owner? That's me on the left. Inside that building, that's where I work. تفضل يا شيخ. شكرا. تحب أعمل لك حاجة يا أبلة حياة؟ لا يا سماح، روحي أنت يا حبيبتي، أنت جاية من السفر تعبانة، ولا تحبي تتفرجي على الفيلم؟ يعني لو حضرتك مش عايزة مني حاجة أنا ممكن أدخل أنا. لا خلاص خشي، انتي عارفه فين نومتك مش كده؟ اعرف. تصبحي على خير. انتي من اهله يا حبيبتي. بقول لك ايه يا حياه؟ انا مش شايف داعي لوجود البت دي في البيت واحنا هنا كده. ليه يا علي؟ ليه؟ البت غلبانه ونفعاني قوي كمان. ما اذا كانت نفعك يا رات هتيجي على حريتي انا 24. خلاص يا علي، هبقى اخليها قاعده في الاوضه مع العيال طول ما انت قاعد هنا. وانت شايف ان ده حل؟ الله، طب اعمل ايه يا علي؟ ما انت اللي مش عاوز تريحني. وبعدين والله والله هنكسب فيها ثواب. وده مين اللي يطلبنا بقى دلوقتي؟ اه ده اخوكي فواز. فواز؟ طب رد ليكون ابويا جرى له حاجه. صلى على النبي، امال يا حياه. الو. ايوه يا حاج. لا لا نمنا ايه؟ لا ده احنا سهرانين اهوت وبنقزقز لب وبنتفرج على التلفزيون وكله تمام. ايه؟ دلوقتي يا حاج؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ طيب يا حاج ماشي، بس لازم طبعا ما انت عارف لازم اخد اذنها يعني. اه طيب، مع السلامة يا حاج. مع السلامة. في ايه يا علي؟ اخوكي فواز عاوزنا ننزل له دلوقتي. دلوقتي فين يا ابني؟ ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، والجزاء من جنس العمل. وانا اول ما شفت الراجل ده قلت لا، ما ارتحتلوش، قلت الجدع ده وراه مصيبه. انما ربك بقى، ربك اما يبقى راضي على عبد من عباده الحمد لله، يسهل له الصعب ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس بيني وبينك يا فواز، الجرع اللي اسمه حرفي ده طلع عقر. حكايه
حكايه. شفت له صاير ده بنضاره حمرا حكايه. شفت. في ثانيه كان مجهز بنات تانيين بدل الاولانيين. فكرتني يا حاج والنبي الشريف. الراجل ده اللي اسمه سليمه والعقربه دي يخرب عقله. كان واقف مطلع نار من نفسه زي توم اند جيري كده. هيموت هيموت عشان ما عرفش يبوظ العقربه والنبي الشريف. انا بقى مش فرحان قوي الا في اللي اسمه سليم ده. اسكت يا ابو الحاج، اخيرا خلصت منه. اياك شيء ولا هو ولا بنته يا رب في يوم واحد. اللهم لا شماته، بس برضه يستاهل يا حاج. استغفر الله العظيم، ما تشيلوناش ذنوب بقى يا اخوانا. الله. انما هو كان شكله يفطس بالضحك بصراحه. بس بسم الله ما شاء الله يا حاج، العرض كسر الدنيا. انما يا حاج ما قلتليش الراجل ده كان عاوز منك ايه؟ اي ناس غاوية ازاي والسلامة يا استاذ علي. اعوذ بالله، ربنا يكفيك شرهم يا رب. استعرف يا فواز يا ابني، حلوة قوي اللمة اللي انت لاممها دي. انا كنت حالف ان احنا نتلمع على عشوة حلوة كده كلنا احتفالا بالنجاح وعلى وش اهل بيتي. انا في عيني كده. ايه انت ايه؟ I love you. مبارك. لا تقول كلام غير ده يا ولد. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا ابو الحاج. لولاك يمكن كان الحاج فواز ما يرضاش ان احنا نبقى معاه في مناسبه حلوه زي دي. واخيرا الواحد خرج من البيت وشاف الدنيا. في حاجه يا نهار؟ لا يا اخويا، هي الواحده ليها غربتها. والنعمه الشريفه يا بابي الحاج، ما عارفين نشكرك ازاي على العزومه والواجب اللي عملته معانا ده. تعيش يا ابو الحاج، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكم انتوا لبعض. الصراحه يا فواز، العزومه دي جت في وقتها، اللي قعدت البيت بقت ممله قوي يا اخويا. يا سلام، بأمرت ما قلت لك ان فواز عزمنا، قلت لي لا نقعد في البيت ننام. ايه يا علي، ايه انا قلت كده بذمتك؟ استاذ علي جاي النهارده مهدد. يا شحاته. نعم يا حاج. انت مش هتوكل مراتك يا حاج؟ هي محتاجه عزومه، ده انا خدت سهيلي وتاكل دراعي. طب ليه حاجه ما بتكسفنيش؟ ده انا حتى نفسي مسدوده الاكل والله. اه النبي صدق النبي. ربنا يسعدكم كمان وكمان يا اولاد. هتسوق؟ هتسوق؟ نعم هتسوق يا عم. انا خدفتك ونسيتك. لا لا لا، انا عايز افهم في ايه؟ يعني انت جاي على اخر خطوتين، جاي تعند معايا وتعند؟ ما عشان انا مش بقيمه عشان تسوقني وراك على عمياني كده. انا جوه شعبان هفهمك انا بفكر في ايه. انا مش هخطي خطوه قبل ما اعرف ايه الحكايه. شعبان انت مش مطلع عيني طول الطريق وعايز تعرف انا بفكر في ايه وبخطط لايه؟ شفت؟ اديك طلعت بتفكر من ورايا اهو. يا بطل الغباء ده، مركز معايا. انا مش مركز؟ حطمك يعني انت سبت غباء ومسكت في مركز؟ انت الغباء يا اخي استعر منك. يعني ايه دي؟ يعني الراجل باصص علينا ولازم ننزل له بقى شكلنا وحش. يلا بقى يا شعبان. واحنا فين اساسا؟ وراجل مين؟ احنا في مديريه امن الجيزه يا شعبان، ومستنينا سياده اللواء هيحبسنا. ليك شوف حاجه؟ يلا بقى. ما تستغرب اي شيء يا اخ شعبان. انا مش مستغرب، انا مش فاهم حاجه بس. بطل بقى غباء يا شعبان. لعبه اساسا من الاول للاخر على فواز. وانت ما قلتليش ليه؟ لانك انت انسان طيب وجميل وادمي، وخفنا انك ما تنكشف، وحبينا انك ما تروح للقلق. اه طب وانا ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ نرجع نحط ايدينا بايدين بعض. لا طالما لعبتوا من ورايا يبقى انا ماليش مكان بينكم. استنى ما تبقاش تروح وافهم. افهم ايه؟ افهم انكم تحطوا عليا. وطي صوتك، انت هنا قاعد في قهوه محترمه